فان رويال هوتيل. جواد الشكرتشي، نريد نبلش من الولادة إلى النشأة إلى الشباب إلى هاي الفرة. أنا ولدت في منطقة اسمها صبابير الآن، في منطقة الرصافة قريبة من كثير من أحياء بغداد. المفارقة في أنه أعتذر عن عملين عن شخصيتين يمثلوها أصدقائي ويختتمون حياتهم بهذا الشيء غير معقول. يعني رئيس الوزراء حيدر العبادي يعني يسير في منهج وفي خط متوازن. هذه العين نون، خلي الناس يعرفون والوسط الفني يعرف انه هاي جد خطره. هذه من مثل الافعى، يفترض ان يقطع راسها ويسحق. الان عندنا مجموعه من الصور راح نشوفها ونتحدث عنها. شنو انت ترى تخبي؟ ورده استاذ احمد. الله يسلمك استاذ احمد. تعليقك. سعد البزاز أولاً الصديق، لأنه تعرفت على هذا الرجل منذ السبعينات أيام كان يعمل في الإذاعة، وبقيت العلاقة مستمرة عندما ذهب إلى لندن لتأسيس المركز الثقافي العراقي مع الدكتور ناجي الحديثي بتلك الفترة، وعاد إلى العراق إلى بغداد بعد يعني حدث معين حدث له، وكان في وضع يعني سيء جدا حقيقة، وكنا نلتقي، وبعدها تدرج للعودة وهو يستحق هذا ليكون مديرا عاما للإذاعة والتلفزيون ومديرا أو رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وبعدها خرج من العراق. وأنا أيضا أتابع هذه الحركة وأتابع هذا النشاط. أنا أعتقد سعد البزاز واحد من أهم رجالات الثقافة والفن في العراق، وأخذ يعني مدى كبير على المستوى الإعلامي، لذلك مجموعة الإعلام العراقي المستقل المهنية التي يعني تتقدمها قناة الشرقية بقناتيها النيوز والقناة العادية، أعتقد هي أهم قناة عراقية. أول يقال أنه جواد الشكرتشي ما يرفض طلب لسعد البزاز، يعني أنا تحدثت عنه بهذه الطريقة أولا كصديق، وثانيا أنا مقتنع به، رجل إعلامي مهني شاعر كاتب نطراز الأول، كتب يعني كتب كتابات لا مو مهمة. نجي نربط حتى يقال أنه أبو حقي لأن للشرقية أبداً. ولسعد البزاز ما رفضه وما مقتنع به جواد الشكرتشي، هذا ما يقال للأمانة. أصلا ولي أنا عجبتني كلمة أحمد ملا طلال عندما دخل في مناقشة مع بليغ البوغلل وتحداه، قال له أني أقول الكلام اللي يعجبني أني، مو سعد البزاز يقول لي، ويوم اللي يأمرني سعد البزاز أترك القناة. أنا أقول لك إياهم مجددا صدقا، سعد البزاز ليس له علاقة بهذا الموضوع. يعني أنا عمري أنا صار لي يمكن حدود 15 سنة لم أرى سعد البزاز إلا مرة واحدة قبل حوالي تقريبا سنتين في عمان في فاتحة المصورين الذين استشهدوا في ديالة. مضبوط. رحت وكان آخر 10 دقائق من الفاتحة وما كنت أعرف أنه موجود. فدخلت أقرأ الفاتحة على روحهم، طلعت لقيته قدامي فعزيته بطريقة كلش عادية وبسيطة. بقي في حياتكم، عظم الله أجركم، مع السلامة. ما يتناسب مع الحدث أبدا. فلم تجمعني بسعد حتى جلسات خاصة ما عندي. تعرف شو كنت التقيته بجلسة خاصة بالضبط سنة 1994 في تونس، كنا نتمشى أنا وزوجتي في شارع الحبيب برقيبة، وإذا سعد البزاز دايم يتمشى بهذا الشارع، فصعته استاذ سعد فانتبه. هو طبعا فز لأن كان طالع من العراق، توه طالع من العراق، وكان راجع من ليبيا بعد إجراء لقاء مع معمر القذافي، فكان تقريبا يعني شبه مطارد وكان يدق في نفسه، فتفاجأ لما شافني فرح، فعرفت على زوجتي أهلا وسهلا كذا، وقلت له بدي أشوفك، قال لي طبعا لازم نشوف، فاتفقوا يا أن أجيله بالليل
هذا كان بالنهار وقال لي أنا ساكن بهذا الفندق فندق الانترناسيونال اللي بس لا تقول فندق هنا لا عادي عادي ها قال لي من تجيني لا لا تقول لحد هو ما عندي أحد أقول له قليل عراقي ماكو ولسه يعني ما صار لي أقل من سنة أنا في تونس فجيتها وقال لي لا تقول الاسم بس قول رقم الغرفة هلقد أنا راح أوصيهم وفعلا جيت قالوا ينتظرك فوق صعدت وإذا ألقاه بالسطح أكل الفندق بسطح يعني على شكل كافيه بسيط وجميل طبعا إطلاله فكان قاعد هو والشاعر العراقي الراحل عبد الوهاب البياتي وكانت ليلة وجلسة جميلة جدا وهو كان آخر لقاء عدا هذا اللقاء بالفاتحة نجي على قلادة الإبداع اللي تستحقها وكل الشعب العراقي يتمنى أن يقلدك قلادة إبداع تمام؟ يعني كل مواطن ما أتحدث بالنيابة لكن هذا شعوري أنا كمواطن اليوم أنه أقلدك قلادة إبداع لما قدمته والمسيرة الفنية المهمة اللي قدمها جواد الشكرتشي لكن أيضا ما يقال أنه قلادة الإبداع تتبعها تفاصيل بهذه التفاصيل كانت قلادة جواد الشكرتشي مميزة عن كل قلادات الإبداع الأخرى نعم هذا أولا إذا تتذكر في الحلقة الأولى من فريق الأمل هذا البرنامج الإنساني الكبير المهم أنا كنت موضوع في موقف حرج يعني وضعت في سوق مو في استوديو وقدامي المونيتر حتى أعرف شو يحدث عندي صورة وتصور عن حلقة اليوم أنه عن عائلة مفجوعة موجوعة وإلى آخره لكن ما عندي مونيتر والصوت مدى أقدر أسمعه لكن مع هذا وكان تأخير وكان رمضان أيضا وكانوا الفنيين صايمين فقدمنا الحلقة أنا قدمت الحلقة بصعوبة بالغة ولكن بتماسك شديد وبتواصل مع الحدث الأستاذ سعد بزاز دخل علي لما دخل علي حقيقة وكنت أسمع أيضا يعني بصعوبة أثنى علي وأتذكر ما قاله قال بالضبط أنه لقد أدهشتني يا جواد أنت جواد طبعا قالها وأنا أعرف الخلفية اللي في ذهن الأستاذ سعد الخلفية اللي عنده من كذا عمل شاهد ليا أهم ما شاهد ليا هو هي مسرحية قصة حب معاصرة عام 1991 هذه المسرحية التي عرضت في بغداد وعرضت في أيام خرطاج المسرحية التي فازت بعدة جوائز فكان من أهم إنجاز المسرح العراقي وكان الأستاذ سعد كان جدا معجبية كان عنده هذا التصور أولا اثنين الأعمال اللي قدمناها لقناة الشرقية في سوريا كانت أعمال مهمة ومتميزة أهمها كان إعلان حالة حب طبعا أبو حقي ما له علاقة لأنه كان المنتج مو المنتج المنفذ هو أوس الشرقي وأسامة الشرقي هم عندهم أعمال عندهم برنامج يشتغلوه ويقدموه ما لهم علاقة يعني الأستاذ سعد يعني ما يعرف أنه من هالسنة راح يمثل فلان أو فلان لذلك ما له علاقة نهائيا بالأعمال بعدين أكو أعمال أنا طلعت عندي عربية منها مسلسل عمر بالخطاب هذا العمل اللي أنا تركت به أثر والحمد لله وكتبت عنه الصحافة وكتبوا عن النقاد أنا متأكد الأستاذ سعد يتابع وهو متابع جيد للفنان العراقي على أقل تقدير من خلال تواجده بالعمل العراقي والعمل العربي تمام. لذلك هذه يعني هذه المحصلة هي اللي دفعت سعد البزاز هذا الصديق والأستاذ الفاضل بأنه يمنحني قلادة الإبداع زائدا لقب فنان الشعب لأنه يعرف كل زين أنا لم أترك مشروعي الفني منذ عام 66 إلى يومنا هذا بقيت مرتبط بالعمل الفني وبقيت مرتبط بالإنسان تستحق بالوقت. الأكثر تستحق الأكثر نعم. تفاصيل القلادة من ضمن التفاصيل الموضوع المبلغ المادي أيضا كنت مميز عن كل اللي استلموا قلادة الإبداع لا والله مو هواية وراح أقول لك راح أعترف في أول مرة لأنه ما حد يعني اليوم المواطن هم يريد يعرف هاي التفاصيل ما حد يجاوب عن هاي التفاصيل بس أنا راح أقول لك شيء أنا عادتي من أشتغل عمل ما أحب أقول يعني أدخل بهاي التفاصيل إذا أعرف أنه الموضوع إلى قيمة والقيمة شنو بالنسبة لي مو القيمة المادية فنية. القيمة الاعتبارية المعنوية والفنية فبالتالي لما طلب من عندي
ومنو طلب من عندي؟ مو الاستاذ سعد، الصديق استاذ فراس السراي، تحياتنا له. تحياتنا له. فراس السراي لما كلفني وانا كنت في 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 مصر، صار الاعلان عن البرنامج هذا، الاعلان اللي راكب عليه ترويج احصان وكذا، اخرجه الولد مهند ابو خمره. مهند ابو خمره اي تمام. واشتغلناه كامل ونزل، وكان مثير الاعلان جدا مثير. ما قلت له شنو تفاصيل الميزانيه ايش قد ابدا. والسبب لانه احنا جزء من فريق الامل اللي انطلق. ما اتحدث انا عن الميزان، اتحدث عن القلاده. اي هو على القلاده. لا ميزانيه ولا اكو قلاده. هلا. والله العظيم ما اعرف انه هل هذا العمل بميزانيه حتى يعطونا فلوس، ربما اذا القضيه موضوع انساني. موضوع انساني، لان انا طلعت بالاعلان عن موضوع امل التي وجدت في نهر العشار، واني اذتني هاي الطفله وتحدثت عنها، وبناء على هذا اسس هذا البرنامج اللي هو فريق الامل. فعندما منحت القلاده، انا اعرف القلاده لها قيمه اعتباريه بها حتى بعض التفاصيل، وهذه من اجمل ما يمكن. قلاده مكونه من ذهب وبها التزامات على القناه ان تؤديها تجاه المكرم، منها تامين صحي لمده معينه، منها 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 المبلغ المالي. انا اعتقد المبلغ المالي هو يعني الذي منح للآخرين مبلغ محترم جدا، إن على اعتبار احنا كنا أربعة وزع هذا المبلغ تقريبا شبه بالتساوي، لكنه أنا بيني وبين الآخرين اللي هو الفنان كريم محسن، الفنان آسي كمال، الفنان أنا محمد، كان مبلغ بسيط جدا، ليس مبلغ كبير. فأنت أخذ المبلغ بإجماله هو قسم على هؤلاء، لان انا اعرف المبلغ مبدئيا، اعرف ايش قد يعني يمنح الى المكرم مثل عبد الرزاق عبد الواحد الله يرحمه، مثل مؤيد البدري. يعني مو 20,000 دولار؟ يجوز اكثر. يجوز وربما اقل. يلا خير ان شاء الله. نروح صوره اخرى ونشاهدها. انت شنو اقول لك انت شو تقول يعني جاي وما عندي كذا رؤوس اقلام يلا روح صوره اخرى. كيف انت حبيبي؟ الله يسلمك. اعطينا صوره اخرى مخرجنا. باختصار الفنان الكبير. كبير ليش؟ مكة عواد. مين جبته كبير؟ كبير بالنتاج بمقدمه. مكي عواد يعني من أخطاء الزمن والفن العراقي أن يكون في يوم من الأيام يحمل اسم فنان أبدا. بسبب أولا أنا ما راح أنتقص منه كشخص، كفن نحكي، ولا راح أنتقص من عمله. هو رجل نايب عريف كان في قاعة الرشيد الجوية في الجناح الفني، أي بمعنى ميكانيكي في الجناح الفني في قاعة الرشيد الجوية، واستمر على هذه المهنة حتى هو كان فنان. يعني كان وشنو كان فنان؟ وما كان فنان، ولأنه عسكري وأنشئ أو أعيد تكوين المسرح العسكري عام 1980 مع بداية الحرب العراقية الإيرانية، التوجيه السياسي بإشراف النقيب خالد الدوري هذا الرجل العظيم والنبيل، معيته كان طارق عبد الواحد هذا الفنان الكبير الذي كان برتبة نائب ضابط، استطاعوا أن يعيدوا تكوين المسرح العسكري. فبهذا جمعوا بالمسرح العسكري فنانين التحقوا للخدمة، وفنانين هم أصحاب هم مطوعين يعني برتبة نائب عريف، عريف، نائب ضابط. ما يعيب، ما يعيب أنه يكون يمتلك موهبة، قصدي أنه يكون يمتلك موهبة. مين جت الموهبة؟ إذا كان مين جت الموهبة؟ مين جاء يعني شلون؟ أكو موهوب وأكو موهوم. مين جت الموهبة؟ تعتبره موهوب؟ ما هو نايب عريف، وكان بال يعني هو مو قلت لك ما انتقص من عمله، بس هذا من أجل المسرح العسكري. أكو شخص رائع فنان كبير اسمه محسن العلي، هذا خريج معهد فنون جميلة، لما كان بالمسرح العسكري كان مخرج. لولا محسن العلي ما كانت هذه العروض المسرحية التي قدمها المسرح العسكري آنذاك بهذه الروعة.
هو اللي خرج كل هاي المجاميع. وطبعا مع التأكيد من قبل النقيب خالد الدوري، وحتى مع التأكيد كمؤسسة عسكرية أن تهتموا بالمطوعين أكثر من المجندين أو المكلفين أو الاعتياض، على اعتبار ذولا رايحين، هو مو من باب المفاضلة، لا، المكلف يروح بس المطوع باقي. يعني حتى يقول إحنا عندنا عسكريين أصلا هم فنانين. طيب. فهاي الفترة اللي هي طلعت المكعوات، فاعتقد يعني اعتقد انه هو شيء يعني من خلال هاي المسرحيات اللي قدمها، ومع علاقته بمحسن العلي اللي قدمه في اكثر من عرض مسرحي. واضافة الى هذا الرجل يعني ثقافته بسيطة، ما عنده عمق، وهذه مو مشكلته بس، مشكلة كثير من الناس. والمشكلة اللي عملها مؤخرا اللي سوى مشكلة الى قناة دجلة وللدكتور قضية جمال النازحين، لا مو قضية النازحين، قضية الدكتور صالح المطلق. اي كان مو؟ قضية نازحين واموال، يعني اولا تهجم على الرجل في قاعة في عمان، في قاعة المنتدى الثقافي العراقي، وبعدها استضافته قناة دجلة يتحدث ايضا بطريقة هجومية. يعني اذا عندك اثبات واذا ما عندك، اكو جهات رسميه، لا تطلع الشهر بالناس بهذه الطريقه، مو صحيح. لذلك هو مندفع بهذا الاتجاه بشكل او باخر. انا بالنسبه لي يعني خليني من كونه فنان، هذا يعني من الاخطاء في تاريخ الحركه الفنيه. لا نحكي على الفن استاذ، طريقه الفن وبالمسرح الكوميدي فقط، نريد نحكي عن هذه الزاويه. تفوق عليك المسرح الكوميدي؟ لا هذا ما تحدث بهذا الموضوع، لأنه هذا موضوع بتآمري كان. هذا موضوع تآمري، تعرف شو تآمري؟ هذه المسرحية تتحدث عنها اسمها المطحنة، كاتبها كاتب مسرحي متقدم بالوعي، والمسرحية كان من الممكن أن تتحول إلى كوميديا هادفة رائعة. اللي أساء إلى الكثير من المسرحيات والكوميديا هو التهريج اللي كان. نفس موضوع أبو حقي، كوميديا هادفة؟ لا هذه كوميديا لها خط سياسي وساخر، لكن انت ان تطرح المواضيع بطريقه التهريج وبطريقه اضحاك الناس على الممثلين وطريقه اضحاك الناس بطريقه الضحك على الذغون، هذا شيء اخر. انا في وقتها كنت قلت لك مكلف، يعني جندي مكلف اعتياض، وهو نائب عريفه ونائب ضابط ما ذكر، كنا دبل كاست، مثل ما كنت في يوم من الايام دبل كاست مع طه علوان نائب ضابط في المسرح العسكري، أنا وطه علوان دبل كاست في مسرحية محمد يونس سبعاوي. الدبل كاست محمد يونس، المسرحية محمد يونس السبعاوي تلفزيونيا يصورها طه علوان وليس جواد الشكرتي، لأنه أقول من حقه لأنه نايم ضابط. فأني استبعدت من التصوير للمسرحية بس على المسرح فسجلت باسم طه علوان، اوكي. نفس الوقت لانه مكي عواد كان دبل كاست وياه في مسرحيه المطحنه، ايضا يعني انا ما اريد اقول تامر مثلا، يعني انت هاي التفاصيل ما احبها، ايضا ثلاث عروض قدمت وفضلوا ان يبقى مكي عواد، لانه مكي عواد يعرف شلون يقدم هذا العروض المجانيه. نوجه له تحيه، وجه انت تحياتنا الفنان مكي عواد. وروح صراحه راح اقول لك شيء قبل ما هذا مؤلم، واجزم بانه مكي عواد كان واحد من مجموعه اللي كان سبب في نقلي من المسرح العسكري عام 87 الى الجبهه في لواء في لواء 506 الفوج الثالث. سلمت كتاب النقل وأنا أعرف، ولم أذهب لا وزير الثقافة الأستاذ لطيف الصيف جاسم ولا إلى وزير الدفاع عدنان خير الله التحقت التفاح. التحقت وربك حميد الآمر اللواء العميد، كان في وقت العميد عبد الأمير المالكي الله يرحمه، لما شافني لما دخلت عليه المراسل دخلني قال لي هاي جابك وين كان مقر اللواء؟ في منطقة العمارة على هور الحويزة.
قال لي جاب طبعا بعد ما استقريت وقاعد تعبان جاي من بغداد لابس البدله. قلت له والله سيدي اللي جابك جابني. قال لي لا انت جيت بقشر موز صومالي. قلت له شلون؟ قال لي انت قارئ الكتاب؟ لان كتاب سري. قارئ الكتاب؟ قلت له لا والله. قال لي انت نقلتك فوج الثالث لواء 506 يعني مو يمنه. هاي سالفتك لو سالفته قشر موز صومالي. لا يجوز انا لا. الله يرحمه. الله يرحمه. فقال لي فوج الثالث تعرف وين رفاقك هسه؟ قلت له لا والله سيدي ما اعرف. يعني شهر واحد رايح للجبهه معايشه على جبل سانوبه بدياله، الشهر كان حقيقي. قال لي رفاقك الان بالهور قاعدين. قلت له بالهور يعني شو اسوي بالهور؟ قال لي لا. شال تليفون على امر فوج، قال له انشر اوامر القسم الثاني التحاق جندي مكلف احتياط جوات كاظم معي. اوكي. وبنفس الوقت سوي له تنسيب من عندكم الى دائره التوجيه السياسي في مقر اللواء. وتبناني هذا الرجل الى حد ان سرحت من وحدته من منطقه كانيماس. صارت بصالحك. بالضبط سنه 1900 صالح سنتين ونص انا مدلل. اولا كنت اخذ استخدامات يعني استخدامات افرغ لمده كل 3 اشهر من قبل وزاره الثقافه يكتب الى وزاره الدفاع واروح 3 اشهر اصور فيلم او مسلسل. ثانيا الضباط وامر اللواء حبوني وكنت مو مدلل، كنت امشي كانه ضابط، يعني ابقى 10 ايام اسبوعين بالجبهه انزل لي فد شهر او اسبوعين اجازه وهاي ما تصير. لذلك ايضا مع هذا لم ينفك عني او لم تنفك عني العيون مثلما تم نقلي، لاحقتني وانا في الجبهه، كتب عني تقرير كيدي بانه جواد الشكرتشي ما يداوم بالجبهة ويبدو عنده علاقات خاصة من نوع خاص ما يندر شنو وسلم إلى الاستخبارات العسكرية في الشعبة الخامسة واعتقلت من بيتي بتاريخ 13/11/1988 ووضعت في زنزانة لمدة 10 أيام في الشعبة الخامسة في الكاظمية وبعدها سفرت لمدة 40 يوم من الانضباط في معسكر رشيد الى كركوك الى الفيلق الخامس في اربيل الى فرقه عمر بن عبد العزيز فرقه 38 الى بيكوفه للتحقيق معايا من خلال رئيس مجلس تحقيقي اللي هو كان مقدم احمد جرجيس واطلق سراحي بعد ذلك. 40 يوم من المعاناه، العشرة ايام اللي عانيت بها بالشعبه الخامسه لم اعاني في وقتها من خلال الأذى أو الشتم أو الضرب أبداً أبداً أبداً، على العكس تماماً، قدرت واحترمت وكان يحقق معي لصالحي، أي بمعنى قدر الإمكان كان يحاولون أنه لا يصير خطأ في الإجابات. تصور يعني تحول المحقق إلى صديق، محامي صار، لأنه عرفني أنا جاي ضحية، جاي نتيجة تقرير كيدي وهم محققين عارفين. وهذا الرجل يعني باليوم الرابع قال لي خلص، وقال لي ياها، قال لي خلص أستاذ جواد أنت إن شاء الله في مأمن وإن شاء الله تطلع منا يعني معافى مشافى وانسى الموضوع. وهذا الرجل الآن أنا ما شفته هذا الرجل، قلت له أريد أشيل عيني أشوفك. أيوه. قلت لي ليش ممنوع؟ قلت أريد أشوفك حتى أخليك بعين مثل ما ابني حيدر بعين. قال لي ممنوع بس أنا رح أبقى أتابعك إلى أن تنتهي شغلتك. قلت له زين شلون أرد لك الجميل؟ قال لي إن شاء الله في يوم من الأيام نتلاقى. هذا كلام يا سنة 88، قبل سنة ونص في عمان يأتيني شخص وأنا جالس في مقهى يسلم علي، قال لي مرحبا استاذ جواد. باوعد. قلت له من حضرتك؟ قال لي ما ذكرتني؟ قلت له عام 88 للشعبه الخامسه مستحيل زنزانه 32 مستحيل. والله شوف اسرع يا والله اسرع ابكي. قال لي نعم. فقمت حضنته وعانقته والان احنا اصدقاء. قال لي مو قلت لك يجي في يوم من الايام ان نلتقي؟ وقلت له في يوم من الايام. هو قال لي قلت له يجي في يوم من الايام ان ارد لك الجميل.
وإذا الله قدرني أن فعلا أقدم له هذا. والرجل هذا من الفلوجة، من الفلوجة، وتجمعني به الآن علاقة رائعة، وطني بكل معنى الكلمة، وطني. هاي الكاميرا وحاكي. خوش فرصة. خوش فرصة. والله قلت لك جميل. لا اي 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 لا لا أنا حي يعني حي تحية كبيرة لأخي وصديقي أبو أحمد، الذي فعلا اتفقنا أنه لولاه لربما أنا كنت في عالم آخر أو في وضعية أخرى، لكن قلب الكبير وعقل الواسع هو اللي استطاع أنه ينقذ إنسان وفنان كان عارف تماما هو في موقع الخطأ، لذلك ساعدني. ألف تحية أبو أحمد، وتحياتي لعائلتك الرائعة. تحياتنا للأستاذ مكي عواد، وروح صورة أخرى. فان رويال هوتيل ذئاب الليل. المطلوب والضابط معا. طبعا هذا هاي صورة يعني مو من مسلسل ذئاب الليل. تمام. هذه صورة يعني أخذت إن بعد نهاية المسلسل، ولأنه أبطال المسلسل أصبحوا نجوما حقيقيين في العراق لأول مرة، وإلى يومنا هذا هذه الشخصيات مع الأخ فارس خليل شوقي ما موجود الآن، يعني نسمى بأسماء الشخصيات. فهذه كان في استوديو أعتقد في سينو في شارع السعدون. باختصار أي أكو كلام يقول أنه ذئاب الليل توقف العرض مالتها إلا أن جت موافقات أمنية لمدة سنتين. أكو تفاصيل؟ نعم نعم. احنا اشتغلنا هذا المسلسل بالضبط جرأت بإيجاز في شهر 4 أو شهر 5 1990، وتم تصويره إلى تقريبا نهاية شهر 11 تقريبا، يعني حتى خلال دخول العراق إلى الكويت في شهر 8 توقفنا أسبوعين وعاودنا، ووضع العمل على الرفوف لم يمنتج. بدأت الحرب سنة 91 لمدة 42 يوم، وبدأ المونتاج بي، لكن بعد المونتاج لم يتم عرضه، منع من قبل اللجنة، وكان في وقتها أعتقد مدير تلفزيون فيصل ياسري. شنو الاعتراض؟ سأقول لك، والوزير أعتقد حامد يوسف حمادي أتذكر. فإحنا دخلنا بشكل واسطات والدنيا انقلبت، وصلناها إلى وزير الداخلية كان في وقتها وطبان إبراهيم الحسن. لا لا، هذا المسلسل مسلسل هو لكم، يعني تحدث عن الجريمة، عن المجرمين، عن السرقات، وعمل بأكشن، وأخذنا كل السيارات والدنيا من وزارة الداخلية، فهو باسمكم، ليش تمنعوا؟ فحقيقة دخل بوقتها ويبدو اتصل بالإذاعة التلفزيون أو الوزارة وتم عرضه، ولكن لم يعرض بعد ذلك نهائيا إلا بعد الاحتلال عن طريق القنوات العراقية التي انطلقت بعد 2004. ما عرفت السبب؟ لا، هو السبب لأنه كان بإشكالية العمل. الناس حبوه، الناس حبوه المجرمين. إحنا طارحيهم على أنهم مجرمين، أصبحوا أبطال شعبيين، أصبحوا محبوبين، فهذا قلق الدولة. منطقي. ما يصير يعني، وإحنا ما كان قصدنا هذا. وشخصيات محبوبة، شخصيات محبوبة، شخصيات شابة محبوبة. يعني تصور مثلا أني ذاك الوقت أني أو حسن هادج قدبري نائل، وجلال كامل يعني الشاب السبور، وبس بنصنا سامي قفطان فعلا عوالك مقدم بالشرطة وخانقة. لذلك الناس ما حبت الشرطة حبت المجرم. رأى صورة أخرى يضحك سامي قفطان. اي شو متنك حسن حسني، يعني ما لقيت ولا غير هاي الصورة تنك زعلان. ليش زعلان اليوم على جواد الشكرشي؟ ليش؟ استاذ حسن حسني استاذنا وكبيرنا وفناننا ومبدعنا، اي ويكون بعمان ويسوي عمليه وتستخسر بيه الزياره. حسن حسني صديقي او زميلي من عام 1968 69، واشتغلنا سويه في مسرحيه الكوره، وحسن حسني كفنان فنان له بصمه رائعه في تاريخ الدراما التلفزيونية العراقية بلا شك أبدا،
وفنان مجتهد، يعني أقدر أتحدث عنه ساعة كاملة عن قيمته الفنية، ولكن كإنسان له صفات أنا ما أحبها: انزوائي، انطوائي، سراني، غير متواصل مع أصدقائه، غير اجتماعي بالمرة. ممكن يتواصل وياك بفرض بحكم فرض الـ 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 الوضع، يعني أنت بالغربة يحتاجك كذا، ولكن لا يتواصل. وأنا حقيقة تعاملت بالمثل، يعني طبعا صار عندك هيك ظرف وما زارك ولا فد يوم زارني، ولا فد يوم شال علي تليفون إذا سويت عملية وإذا انكسرت وإذا زوجتي بيها شيء، عمره لم يتواصل. هو هذا أقول دائما، شنو مدى أفتهم؟ يعني تريد الناس دائما أنت تسأل عنك وزورك، وإحنا يابا شلون يعني خي فنانين كبار ونعتز بيكم. لا 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 لا، وبعدين أنا زعلان عليه، هذا لازم يعرفه، لسبب اجتماعي أيضا، لسبب اجتماعي من سوريا بدأ لم يعجبني موقفه تحديدا مع عائلته، تحديدا مع زوجته. شكرا جزيلا، تحياتنا لأستاذنا وحبيبنا وفناننا الكبير حسن حسني. نروح صورة أخرى. أبو جهل كبير، أبو جهل أبو الحكم، أدوار كثيرة جسدت هذه الشخصية. شنو اللي يميز جواد الشكرتشي بإيجاز؟ بإيجاز، بإيجاز أنه كل من مثله قرأ عنه شكل بسيط واشتغل بشكل كاركتر على أنه هم ذول المشركين. هالشكل أنا دخلت بالتاريخ وكأنه ركبت مركبة فضائية عابرة للزمن، فعدت 1400 سنة، شفته جبته وجيته وقدمته للناس. هذا باختصار. تلبسته متلبسته قدمته. لا تلبسته يعني راح أفهمه وكذا، لا. أنا عادة عندما أدخل بالشخصية في بعض الشخصيات الكثيرة اللي مثلتها بالتلفزيون وبالمسرح، مو فقط أتلبسها وأقدمها. أبو جهل قدمته، جبته قلت له، قلت لي قرأت تاريخ، قرأت تاريخ عن أبو جهل. نعم. قرأت تاريخ المسلسل اللي شاركت فيه؟ طبعا. حلو. أولا هذا مسلسل تاريخي، يعني هذا احنا قارئين من بالابتدائية، من منا لا يعرف الدعوة الإسلامية كيف بدأت؟ لأنه مسلسل يخص عمر بن الخطاب. طبعا طبعا طبعا. ها، شخصية عمر بن الخطاب تحديدا لم أكن أعرف عنها شيء كثير، يعني هو شخصية من الشخصيات الإسلامية، يعني خلفاء الراشدين والقادة اللي كانوا في ذاك الوقت، خالد بن الوليد وهاي المجموعة الكبيرة، عبد الله بن مسعود، أبو ذر الغفاري. ولكن في مسلسل عمر بن الخطاب عندما قرأته وكتبه كاتب متمرس وليد سيف، حقيقة وجدت في شخصية عمر بن الخطاب جوانب ما كنت أعرفها. نانا هذا هو اللي استوقفني، قلت لك تاريخ أعرفه، هاي الشخصية ما أعرفها، فبدأت أيضا أغوص في معرفة شخصية عمر بشكل شخصي. ولكون أبو الحكم، ما نسميه أبو الحكم لأن أنا أحب هاي الشخصية بغض النظر عن موقفها، أنا إذا أنظرها كإنسان مو كقاضي ولا كمحقق، كإنسان هذه الشخصية عظيمة. لولا وجود الإسلام لكتب لأبي الحكم بالتاريخ على أنه من الشخصيات العربية الكبيرة. طبعا نروح صورة أخرى. شنو السر العلاقة بينك وبين نور الشريف؟ والله علاقة بسيطة، يعني هاي الضحكة مو مال علاقة عابرة، مال ود ومحبة وانسجام وأكو تقارب، تقارب كبير. أكو تقارب، أكو نقاط التقاء بيني وبين نور الشريف، اللي تعرفت عليه عام 1985 تحديدا في بغداد، في مهرجان المسرحي اللي أقيم في بغداد، في قدمت كثير مسرحيات، فكان ضيف شرف تعرفت عليه. تقريبا احنا نفس الجيل، نفس العمر، انا اعرف الرجل من اعماله السينمائيه المتميزه ومن وعيه وثقافته. انا ميال اميل دائما الى هاي الشخصيات، يعني احمد زكي، محمود مرسي، محمود ياسين، هاي الشخصيات احبها. فنور الشريف كانت اكثر من نقطه التقاء بيني وبينه، يعني هاي مو لقطه عابره،
أكو لا لا أكو تقارب روحي. هذه نهاية عمره. أنا ليش تأديت السن؟ هذه تقريبا يعني قبل ما يتوفى الله يرحمه بسنتين سنة ونص، وكان هو لا يزال المرض هسه داخل بي. وأعتقد هذا في قطر، إجا في قطر. وآخر عمل آخر عمل اشتغله هو اشتغل مسلسل اسمه صلاح الدين الأيوبي لإذاعة قطر، كنا أنا وياه سوية. جملة قال لك إياها لحد الآن ببالك؟ في عام 2000 وإحنا كنا فائزين بجائزة أفضل عرض مسرحي متكامل في تونس عام 99. من عام 99 شهر 10 إلى شهر 9 2000 قدمنا الجنة لمدة شهر وتوقفنا. توقفنا عن العرض وعن التمارين ما يقارب 8 أشهر. وعندما جتنا الدعوة للمشاركة في مهرجان القاهرة التجريبي بعد توقف دام من تقريبا عام، آخر مشاركة إنه عام 1989، ولما صار الحصار بعد دخول الكويت منع العراق من المشاركة في كل المهرجانات عدا تونس من ضمنها القاهرة. فأنا في وقتها بعلاقتي الخاصة عن طريق فوزي فهمي مدير مهرجان، وعن طريق نور الشريف، عن طريق فتحية العسال، عن طريق سهير المرشدي، كنا أصدقاء مع زوجها الله يرحمه كرم مطاوع، دخلنا في المهرجان. لم نستطع أن نتدرب من جديد على المسرحية، فلما عرضت المسرحية انقلبت الدنيا. هو كان عضو لجنة التحكيم، فلما أعلنت الجوائز كان مرشح لجائزة أفضل ممثل 2، أنا وممثل بولوني، فراحت إلى البولوني. فأنا ضحكت، فلما طلعنا هاي الكلمة اللي ذكرها قال لي جواد أنت أكبر من الجائزة. الله الله الرحمة والخلود للراحل نور الشريف، والله يعطيك الصحة والسلامة والعافية إن شاء الله. الله ما دام أعماركم متقاربة فندعي لك بالصحة والسلامة. الله يخليك. الله يسلمك. يلا روح صورة أخرى. يلا مدلل لواحدة وظالم لواحدة. يعني أنت بالضبط طلعت لي الآن الشيطان والملاك. الشيطان والملاك أفضل اختصار وما أريد أدخل. يعني الشيطان كان عندي معاه تجربة مقيتة جدا. الخاطر حيدر يعني ما من الممكن. شوف هاي يا سبحان الله هاي الضحكة ضحكتها أيضا بعد ما قال ليها مجيد السامرائي في لقائي بأطرافها. قال لي هذا حيدر نفس الضحكة. يعني أدري يعني يعني حيدر أدري يعني يعني شلون شفيع. أم حيدر ما له علاقة. ما أنا قلت له ما له علاقة إن شاء الله. أم الحيادر أكو خطأ. تمام تمام تمام. هو الخطأ هذا بالإعلام خطأ تاريخي ما له علاقة بالإعلام. تمام خطأ تاريخ. بعدين هي ليست أيضا على المستوى الشخصي. تمام. يعني كانت موضوع إعلامي. لا 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 موضوع لا على المستوى المستوى الإنساني. امرأة لم يعني عندها مواقف سيئة مع الناس. لكن تحدث عنك بكل طيب وهنا المفارقة. ما علاقة خذ المفارقة هنا إنه تحدث عنك بكل طيب وكل. آذتني كثيرا وحتى أعطيك السر دخولي إلى شعبة الخامسة العسكرية الشعبة الخامسة بالاستخبارات بتقرير من عندها بإخبارية من عندها راحت إلى عبد الجبار محسن الله يرحمه. عين نون؟ ها؟ عين نون؟ لا 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 غزوة. لا عد عينون شنو؟ عينون غير موضوع. أنت مو تقول لي الآن غزوة؟ غزوة الخالدي. لا الشيطان لا الشيطان. مو شعبة الخامسة واحد وهاي واحد؟ لا 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 ذاك واحد. إحنا قلنا قلنا العين نون شيطان داخل امرأة. الآن طلعت لي ملاك وقلت لك حتى اختصر لك شيطان وملاك. لا ذاك لا هذاك الشيطان الأكبر هذا الشيطان الأصغر. هذه المرأة أدخلتني وهناك يعني شيء مؤكد. هذا الرجل اللي هو عمان صديقي زوجتك الآن دائما أتحدث عنها حتى لا أحد يقول لي ترى وايد أتحدث عنها. الله. هذه هدية من السماء. هذا الملاك الذي أعاد لي ثقتي بنفسي. الله. ورممني. الله. بعد تقطيع أوصالي. الله يديمها عليكم إن شاء الله حبيبي. يلا روح صورة أخرى. محمود أبو العباس ختامها مسك. أي خوش ممثل وممثل جيد ومجتهد
ولكن عنده أيضا نزاعات في داخله مع الأسف. يعني أنا آخر لقاء عنده في أطراف الحديث تحدث عن الجنة تفتح أبوابها متأخرة وكأنها الجنة له، رغم أنه الجنة تفتح أبوابها متأخرة كانت منذ البداية. أسند الدور إلي، جاني فرح شاكر ومحسن علي وعلى الطاولة وبالمكتب. أم دبل كاست ونفس الموضوع؟ بالضبط، لا مو دبل كاست. قلت لهم أنا مدير الفرقة القومية، هل يجوز أن أمثل عندكم وأترك فرقتي وما أمثل داخل الفرقة؟ فألحوا منحت. قلت لهم طول محمود العباس، فصار دور محمود العباس. لما صار دور محمود العباس قدم يوم واحد في بغداد وقدم يوم آخر في عمان وبس. لما خلص من عمان رتب، وهذا طبيعي، رتب في عمان عقد مع الإماراتيين للعمل في الإمارات وذهب الإمارات، وهذا شيء طبيعي. اجت الدعوة للمشاركة بالمسرحية في مهرجان قرطاج المسرحي، فاتصل بي محسن العلي يرجوه أن يأتي إلى بغداد لإجراء التمارين والذهاب إلى قرطاج. رفض مرة مرتين، حتى يعني قال له زين نروح نتمرن هناك، قال له مستحيل. فمحسن انتفض وأصر على أن يقدم وبالعودة إليه. فاتصل بزوجته، أنه هو كان بالبحرين، أن يتوصل لي النص. وقلت له زين شلون محمود، أرجوكم اتصلوا بيها. قال لي ما يرجع أكيد. قال خلاص. فقرأت النص ولم أشاهد العرض أنا سابقا، وحتى راديو أرض ضياء للفيديو قلت له ما أشاهده. وقدمت، بديت أتمرن. لما بديت أتمرن قلت كلمة للجروب محسن وشذا ورائد، قلت لهم هذا العرض سننتزع من خلاله جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل، وهذا ما حققته، ونشر في جريدة عراقية أعتقد العراق، وهذا ما حققته. عام 1999 كانت جائزة القرن، جائزة أفضل عرض مسرحي متكامل. يخرج محمود أبو العباس يتحدث في أطراف الحديث عن الجنة تفتح أبوابها متأخرة اللي مثلها يومين، ولم يذكر بأنه جواد الشكرتشي زميلة بعدين أجى، لأنه هو سافر إلى الإمارات ولم يستطع أن يعود إلى بغداد ليذهب بها إلى قرطاج. لم يتحدث، ولم يتحدث عن فوزها في قرطاج، ولم يتحدث عن العرض لمدة شهر في بغداد والتي كانت القاعة مكتظة، وأوقف العرض في حينها بسبب مصالح تجارية. كان بوقتها فاروق سلوم مدير عام سينما مسرح، أوقفها بسبب علاقته مع منتج لتقديم عرض مسرحي تجاري يستفاد منه ماديا. شكرا. كلمة للأستاذ محمود أبو العباس. يبقى صديق يعني. تحياتنا للأستاذ محمود أبو العباس. الله. الراحل عبد الرزاق عبد الواحد. يعني عندما أرى عبد الرزاق عبد الواحد لا أراه إلا نخلة عراقية شامخة. عبد الرزاق عبد الواحد كتلة هائلة من الإحساس وكتلة من الشعر، الشعر من بين أصابعه، من شعره، من عيونه. عبد الرزاق عبد الواحد ديوان شعري يمشي على الأرض، ووطني عالي لا تأخذه، يعني لا تأخذ منا ومن حسب. وتحدثوا عنه كثيرا على أنه شاعر سلطة، وتغزل بالرئيس صدام حسين. يا أخي شاعر، يا أخي منو من الشعراء ما مدح سلاطين وطغاة؟ منو؟ متنبي ما مدح الكافور ومدح منو؟ المرحوم الشاعر العظيم محمد مهدي جواهري أيضا مدح كثير من الملوك وكثير من الرؤساء، وحتى مدح الذين في بغداد. يعني كتب قصيدة عن أحمد حسن البكر الله يرحمه. إيش كم قصيدة حافظ عبد الرزاق عبد الواحد؟ حافظ كثير. وعبد الرزاق عبد الواحد من أحفظه ما يحتاج أن حفظه، عبالة كان قاعد أكتبه، يعني مجرد أن أقرأ القصيدة ورقة ورقة ونحفظه. ترتيب إحدى قصائد اللي حافظهن؟ إيه. وعند قصيدة مؤلمة أنا دائما أقرأ هي. عند قصيدة هذه أنا أي الدار بس ما أريد أقرأها لهذه لأنه أنا أتأذى بها. عند قصيدة قصيرة
يكتبها عن أولاده. اسمها الزائر الأخير، والزائر الأخير هو ملك الموت إسرائيل. فيخاطب بها إسرائيل، شي يقول له قصيدة نثرية طبعا، حرة. يقول له من دون ميعادي، من دون ميعادي، من دون أن تقلق أولادي، اطرق علي الباب. الله الله الله. من دون ميعادي، من دون أن تقلق أولادي، الله، اطرق علي الباب. أكون في مكتبتي في معظم الأحيان، اجلس قليلا مثل أي زائر، وسوف لا أسأل لا ماذا الله ولا من أين. وعندما تبصرني مغرورق العينين، خذ من يدي الكتاب، أعده لو تسمح دون ضجة للرف حيث كان. وعندما نخرج لا توقظ ببيتي أحدا، لأن من أفجع ما يمكن أن تبصره العيون وجوه أولادي حين يعلمون. الله الله. ولا أكو أجمل من هذه الصورة. كلمة، والآن هو يرقد في قبره يا عبد الرزاق. يعني أنا أستغرب، هل من الممكن أن ترقد الشمس تحت التراب؟ الله، أنا أشكرك، فرحان جدا بوجودك اليوم ويانا، شرف كبير أن تكون في استوديو توارد، مسرورين جدا أستاذ جواد الشكرشي. شكرا جزيلا صديقي وأيها العراقي النبيل وأيها الشاعر الجميل. أنا سعيد بمعرفتك، سعيد بلقائك في بغداد، وأسعدني وشرفني اليوم هذا الحوار الجميل ومع قناة سامرة، وتحية لكل العاملين، لكل جروب، وتحية للمالكين وللمدير صديقنا متاعتنا حبيبي. الله يخليك. شكرا جزيلا، وأنتم مشاهدين الكرام لكم كل الحب والتقدير والامتنان على حسن المتابعة والإصغاء. حتى نلتقي في حلقة قادمة، كونوا في أمان الله. فان رويال هوتيل.